بالفعل خلاص ان الراجل ده قدم كل ما لديه، بنشكره شكرا جزيلا، وبتختار مدرسة جديدة سواء كانت مدرسة مصرية او مدرسة اجنبية. طب انت كتير بتميل لمين يا كابتن في المدرستين؟ لو لو الاتحاد انا بص المصري. بوضوح المرة دي انا مصر، يعني بوضوح مصر. شديد جدا جدا انا مصري صرف ومصري صميم، يعني مش عايز يعني انا كلامي واضح يعني المرة دي، يعني فما طيب. مش هلف وادور بقى وتجيب وجه جديد. طب يعني ابرزهم على الساحه من وجهه نظرك كوجه جديد ممكن يكون مين؟ يعني لو قلت لنا مثلا ثلاث عندك اربع اسماء. اثنين ممكن يديروا المنتخب بمنتهى البساطه، حسام حسن وإيهاب جلال، يعني بمنتهى البساطه يعني حسام حسن وإيهاب بسيطه جلال. جدا هذا الامر. اه طبعا إيهاب جلال مدرب محترم جدا، وحسام حسن خد استقرار مع نادي المصري، عمل نتائج طيبه جدا جدا. اذا كان البعض شايف اصله حسام بيعمل وبيخلي و و و ده امر برضه مش مقبول الناس تقول كده، انت اللي بتدير الدفه وانت اللي بتجيب مدرب وانت اللي بتعينه وانت اللي بتعين جهاز اداري معاه. يعني انا شايف ان حسام قادر جدا، شايف ان ايهاب جلال قادر جدا بمنتهى البساطه، يعني انه الاثنين اي حد منهم يتولى الاداره الفنيه لمنتخبنا الوطني بمنتهى البساطه. على فكره اذا كان حد هيتكلم على الـ يعني الـ الوقت او مش الوقت، ما اعتقدش ان هيبقى في مشكله في ده، الا اذا كان اتحاد الكوره يعني ما اعتقدش كلمه او حوار وحيد خليل وديتش ده انه حقيقي، لانه ببساطه شديده جدا خليل وديتش اليابان اقرته قبل نهايه كاس العالم بشهرين، حصل وده ما حصل. يكونش الا للشديد القوي، يعني معناه هو عنده تجربه كانت تجربه جيده مع الجزائر على ما اظن، ثم تجربه فاشله بعدها لم تنجح يعني الصعود مع اليابان، لان اليابان اصلا عنده منتخب قوي ومنتخب جيد، وبالتالي انا اعتقد قصه خليل بيتش دي ممكن غير مطروحه على الاطلاق. يعني برضو خلينا نقول ده شغل اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يختار ويقرر، وده صميم عمله عشان ما يبقاش اسمنا كاعلاميين فرضنا عليه مدربين او حد في المنظومه، بس عليه انه يعيد ترتيب البيت. عايز اعمل دوري عام محترم، عايز اعمل مسابقه محترمه، عايز الحكام ما يبقاش عندهم الخوف اللي كان موجود. انا كنت بقى بشيد جدا بالموسم السنه اللي فاتت، لكن ختام الموسم كان من أسوأ ما يكون نتيجه الرعب والخوف اللي كان موجود عند بعض من حكامنا بكل اسف، سواء مباريات الدوري او مباريات كاس مصر. عايز اعمل منظومه محترمه، عايز اعمل منظومه ملعب جيده، عايز الفرق تاخد فتره اعداد بشكل جيد، عايز منتخبات الشباب ومنتخبات الناشئين.